اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم كنشكروا المندوبيه العامه لاداره وزن على هذه البدايه وعلى هذه المبادره الطيبه اللي فتحت لنا، وحنا كبدورنا كوزراء حنا جينا باش نتعلموا نشوفوا شنو كاين. كما دوونا على الاصدقاء ديالنا السابقين اللي هما اعتقلوا وعطاو حصة طيب داخل النزلاء وداخل المؤسسه السجنيه وخارج المؤسسه السجنيه قدام العائله ديالهم، وحنا بدورنا دوونا عليها وجينا لهنا باش حنا نشوفوا شنو كاين ونتعلموا من عند الاساتذه ديالنا، وهذا هو المحور اللي جينا ليه حنا ان شاء الله. كنحاولوا نتطوروا ونزيدوا القدام ونشوفوا الافكار ديالنا ونشوفوا شنو كاين عاوتاني. بغينا نتصالحوا مع الدس ديالنا، مع الدين ديالنا، بغينا نتصالحوا مع المجتمع، وهذا اللي جعلنا حتى حنا نكتبوا البرنامج ديال المصالحه، وجينا هنا باش نتعلموا ونستافدوا من عند الاساتذه ديالنا حنا ان شاء الله. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اللي خلاني يعني نشارك برنامج مصالحه يعني سمعنا عليه امور جد طيبه ولله الحمد. كما كتعرفوا هو برنامج توعوي توجيهي كيرتكز على مسائل ثلاثه ولله الحمد، هي المصالحه مع النص الدين يعني صحيح المفاهيم الخاطئه للدين، وكذلك المصالحه مع المجتمع ومع الذات. والحمد لله هذا البرنامج يسير على منهج الوسطيه والاعتدال وعلى المذهب المالكي الحمد لله اللي عليه البلاد ديالنا ولله الحمد، وكذلك العقيده الاشعريه. وكما كتعرفوا بان هذا البرنامج هذا حقق واحد النجاح كبير الحمد لله، انه وصل الدوره 13 ولله الحمد، فهذا كيبين على النجاح ديالو ولله الحمد. نعم يعني من ضمن التحفيزات اللي خلاتنا الحمد لله نزيدوا نشاركوا في هذا البرنامج، وانا استفدنا من التجربه ديال النزلاء السابقين في هذا البرنامج هذا، يعني حدثونا بانه كيتميز بعده ورشات الحمد لله، يعني من الجانب الديني يعني تصحيح المفاهيم الخاطئه للدين، وكذلك الجانب الاقتصادي يعني كيفيه انشاء بعض المشاريع وتسير المقاولات، والجانب الاجتماعي اللي كيعرف واحد المواكبه نفسيه داخل المؤسسه وحتى بعد الافراج ولله الحمد، والجانب يعني الجانب الاجتماعي واقتصادي والقانوني كذلك. كنتمنى الله عز وجل نستافدوا بشكل ايجابي ان شاء الله من هذه الدوره هذه الحمد لله، وتسير الامور على ما يرام ولله الحمد. كما ان هذا البرنامج الحمد لله وصل الصدى ديالو للعائلات ديالنا اللي تم بدور ديالهم حفزونا باش نشاركوا يعني بجديه وصرامه ولله الحمد. يعني الحمد لله واحد الشعور جد جيد، لاننا الحمد لله بعد ما تقدمنا بعده طلب من اجل المشاركه في برنامج مصالحه تم الحمد لله ولله الحمد الاختيار ديالنا. يعني هذه فرصه جد جميله ولله الحمد. ونحاولوا بعد دابا نركزوا على البرنامج والاولاني ونستافدوا من الاساتذه ديالنا، وان شاء الله يكون خير. احنا مقبلين على التغيير، نطلبوا من الله عز وجل يوفقنا على التغيير هذا وباش ندمجوا في وسط الوسط الاجتماعي ديالنا ونكونوا كعامه الناس ان شاء الله بحوله. والنصيحه نقدر نقدم للزملاء ولا الشباب المغربي كامل، اللي بنادم يرد باله ويعرف ما كيدي النصوص الدينيه ديالو، ما يزيغش وما يحيد من الغلو والتطرف، ويحاول ما امكن ياخذ المسائل الدينيه ديالو من الجهات الرسميه ديال المملكه اللي عندها ثوابت الامه المذهب المالكي والعقيده الاشعريه. والشباب خصو يردوا بالهم كما قلنا، ويرد بالهم مواقع التواصل اللي نقولوا حنا 90% 100% اللي كتكون السبب الرئيسي في هذا المعضله هذه، وان شاء الله يكون خير بيه.